معنا شيء، الجيوب فاضية كلها. المهم رحنا الواحد بيننا وبينه شوي معرفة نبا يفزع لنا أو شيء، وتعدى الرجال وما عينا شيء منه. رجعنا من عنده ساعة الليل قرب، وتعرفوا وضع المضيف لا مالقي ما يعشي ضيفه ولا صديق ولا رفيق حوله. المهم قمت أنا وصاحبي نلف وندور يمين يسار لعله عسان لقينا رجال في خير يديننا ونقضي لازمنا. المهم أقبلنا على شبك فيه رجال، عنده رجال معه غنم وعنده عمال. سلام عليكم. عليكم السلام، كيف أنت؟ سلم، كيف حالك؟ طاب حالك؟ رحبوا يا رجال، حياكم الله. قلنا الله يبقيك، احنا لنا حاجة وعجلين. قالها علمكم؟ قلنا العلم خير، احنا شغالين هنا في المكان الفلاني عند الجريسي وعندنا ضيف والوضع كذا وكذا، وانت لحية غانمه وفيك خير ان شاء الله. للحين نبانا ذبيحه ولا ارجع معذبنا، مرينا عليك واعطيناك حقك. الرجال عين فينا كذا، قال والله نوجيهكم وجيه رجال ما تقول، وانتم في بلادنا ولكم حق علينا. للحين الشبك قدامكم، خذوا اللي تبوه، وانتم بين ربعكم واهلكم، وامتى ما ودكم عودتوا عودتوا. قلنا الله يبيض وجهك ويجمل حالك، تجملت فينا. الرجال اسمه طبعا لا نعرفه ولا يعرفنا، الرجال اسمه عايض بن مهدي القحطاني من العاطف. فيه مثل عندنا في محافظة البيضاء يقول جلبة الضيف مطموعة، بمعنى جلبة الضيف اكرفها من اطرف شبك وبعدين تحاسب يا خلق الله. المهم اخذنا ذبيحتنا وسرنا وسرت في خير وتعشينا، وبعد فترة مرينا عليه وبعدين كتبت القصيدة اقول فيها لولا الظروف العصيبة ما تغربنا ولا صبرنا على بعد المحبين، ولا مع القوم شرقنا وغربنا يوم الدلي في منامه غامض العيني، اغراب نطرد ورا الدنيا وتطردنا، واللي مقدر من المعبود ياتيني وما كسبنا دراهم ما رقد معنا نحفظ به الوجه ولا نقضي الدين، يوم المقادير شلتنا وجابتنا من الجريبات لا دار القحاطيني، من الجريبات لا دار القحاطيني، عليهم النعم يذكر والثنا يثنى للضيف والخيف يوم العسر والليني، مروين حد بالجنابي ساعة الطعنة أفعالهم بالدلايل والبراهيني، أمجاد قحطان ما هي غائبة عنا من قبل يبعث رسول الله بالديني، والسلف والعرف والعادات تجمعنا، والسلف والعرف والعادات تجمعنا، والدم يشهد علينا في الشراييني، والعاطفي عايضة تجمل وجملنا في واجب الضيف يوم الوقت حاديني، طيب المقابل وطيب الروس والمجنى فولاد عاطف مضدين المعاديني، وإحنا البلاجيك نعرفها وتعرفنا، والهجن والخيل وغبار المياديني، كانت يمنا بلاد الخير واليمنى واليوم يا دار وين أنت؟